السلام عليكم البنات، انا جبت لكم طريقه باش كنحيد ستيلو من التوب. بزاف ديال البنات في الفيسبوك كيسولوا كيفاش كيحيدوا ستيلو من التوب، يعني كرشمو شي رشمه في التوب كتبقى ليهم لي طراس ديال ستيلو وما كيعرفوش كيفاش يحيدوها، كيصبروا وما كيبغيش يتحيد. وانا غنوري لكم طريقه باش كنحيد ستيلو سهله ودغيا كيتحيد بلا ما تفركي وبلا ما ديري حتى شي حاجه. انا كيفاش كنرشم شي رشمه في التوب، شي مرات كتخرج ليا رشمه ماشي هي هذيك، كنبغي نحيدها باش ندير شي رشمه واحده اخرى، كنحيدها بسهوله. كندير هذا الكول، الكول ديال الجرح كيتباع في الفارماسيا وكيتباع في الحوانت، موجود بزاف في الحوانت. انا كنت دايره شويه ديال الستيلو باش نوري لكم الطريقه. هذا الطرف ديال التوب درت فيه شويه ستيلو غير باش نوري لكم ونوضح لكم الطريقه كيفاش كنحيد. كندير شويه ديال الكول فوق الستيلو بحال هكا، وكنشد واحد الطرف ديال القطن اللي كنحيدو به المكياج، ولا ديري غير بيدك كنبقاو نديرو ليه بحال هكا نمسحوه. هو غتلاحظي الستيلو كيتحيد، كنزيدو عاوتاني بحال هكا. وهي تحيدات